فيكم يا ابطال كربوش تي في، ورجعنا لكم بفيديو جديد وتحدي جديد مع عجلة الحظ الغامضة. ابونا لعبنا المكون الاساسي هو ثلج وشقا، ويلا نبدا التحدي. ليتس جو. حجر ورقم قص. انا ابدا. ليش راح يبدا؟ بسم الله. ليس غير موفقة ابدا. يوي بصل، اول تحدي بصل. يا حظك يا حظك يا حظك. وتحط موت الله وتحط ايس كريم. قدي لين اعطي سيدنا المخرجة. بسم الله. واحد اثنين. تبديل يا ربي، تبديل يا ربي، تبديل وين التبديل؟ وين التبديل؟ نوتيلا مع بصل؟ والله ما هي نجربة بهالمرة، بس يمكن طيبة. ما لك هذا عصير راح المين جدي انه احط نوتيلا مع بصل. لازم يطلع لي تبديل يا اطفال، خلاص لازم يطلع تبديل. يوي الله يساعدك يا عبودة ما يطلع تبديل. والله دوري يا اطفال. طيبة حطها في التحدي.
واحد اثنين ثلاثة. يومي طالي شي لذيذ، يومي طالي شي لذيذ. كتبي كول والله كانت جولة حماسية ما هيك؟ هلا جبت السيارة العصبية، طلع لك ليمون يا عمودي. هم تدور يا أبطال. يا أبي اطلع لي جبس ربي تفاح. هاي واحدة، هاي تنتين. عمودي فين عم تفكر بالتبديل؟ هي واحدة؟ واحدة الأوريو يعني مو عصير أوريو، عصير فواكه يعني مو عصير أوريو، يمكن أنت خسران. بسم الله. بسم الله. يا حرام يلا بصل يا حرام بتفكر بالتبديل كم جولة ضل؟ وانت الجولة الأخيرة والحاتمة عندي أغلب عبد المؤمن. بسم الله. التبديل دعيدة دعيدة دعيدة. انت ما فرت أماكن بحماس. Moments later. وهلا وصلنا لمرحلة تنظيف المي. يلا عبد المؤمن نضيف ميتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش انت تضيف المي عندك؟ ايوه. بسم اجت المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التذوق. أول شيء خلينا نصب كاسة من عند عبد المؤمن. هاي كاسة عبد المؤمن. وهلا رح نصب كاسة من عند ليس لنشوف مين خلطه سنفورية ومين خلطه شرشبيلية. وهلا متنا شايفين عنا خلطة الشرشبيلية والخلطة السنفورية. رح ندوق أول من الخلطة الشرشبيلية. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام يا ليش بخلط ريحتها طيبة. شوفوا يا أبطال كربوش تيفي، يعني أنا صح رح أحكمها بس رح أحكم بصدق. أنتوا شفتوا شو عبد المؤمن زعل؟ طيبة؟ إلا طعمة بصل. أول شيء دو تبعي دو بعدين دو تبعيتي مجن. دوت هاي ما راح أكون دو تاني أول. إيه أنت طلع لك نكهة بصل ولا لا؟ استعد أعرف إذا فيها نكهة بصل. والله يا أبطال الحكم صعب صراحة صعب. مش هتأكد؟
لا تأكد أنا الحكم. هاي إلى نكت، هاي إلى نكت بصل اللي. طب عدين كمان نكت بصل لأنها واحدة. شوف والله يا أبطال كربوش تي في بصدق 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 وما لكم علي أحلف إذا بقى لكم هون ما في طعمة بصل بتصدقوني؟ وات؟ ما في طعمة بصل لقوم البصل تحت هو أنا بتحداكم إذا بتلاقوا طعمة البصل هون وتعمل ليش فيها نكت؟ راح أحكم يوه. لا احكم جاهزين جاهزين الفائز هو ليس بس ليش فائز ليس مو لانه فيهم بصل لا والله بس لهون لانه النكهه اطيب شيل يا ابو ديل يا عدو يا بابا لا تزعل هذا تحدي لا نهائي لا تزعل لا تزعل يا بابا لا تزعل يا بابا هي لعبة نحن عم نلعبها نحن عم نلعبها عشان نستمتع نحن والمشاهدين يا روحي لسا ما حكمت مين الرابع بجوز تربح انت لك لا تزعل يا عمو ديل لعبني والله لعبني لا تزعل يا عبد المؤمن تمام خلاص معلش اتفقنا شو بدي تغلش فيه يو ودي يلعب على التليفون ابوه اتفقنا يلا انا كمان انت لا انت فائل انت انبسط وهيك يا ابطال كربوش تي في رجعنا الابتسامة لوجه عبد المؤمن وكان صار اتفاق سري بيني وبينه اذا بدكم تعرفوا بجوز بالمستقبل نقولكم عليه بس حاليا ما راح نقولكم على الاتفاق السري والان يا ابطال كربوش تي في بتكون خلصت حلقتنا اليوم لا تنسوا تعطونا اللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتوصلونا يا ابطال كربوش تي في يا ابطال يا حبيباتي يا قلبي يا عيوني ما ضل لنا شيء لنوصل للمئة الف شاركونا ملف بين اصدقائكم بركي ان شاء الله بهالملف بدعمكم انا نوصل للمئة الف وإلكم منا احلى 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 احتفاليه والسلام عليكم باي.